وده دور النادي الاهلي دايما وابدا في تقديم كل ابنائه المتميزين في كل الالعاب للمنتخبات الوطنيه كواحد من اهم اهداف النادي الاهلي. نطلع للزميله مريم سميح ومعاها الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي. جد التحية طبعا على كل مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي، ولسه مستمرين في تغطية حصرية ومستمرة طبعا في تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي الأهلي. طبعا وسعدنا يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، برحب بيك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي. أستاذ إبراهيم، احتفالية كبيرة تليق باسم النادي الأهلي، كل الناس كانت بتتكلم عنها، يمكن لما بنتكلم عن احتفالية النادي الأهلي بتكون هي رقم واحد في كل الأحداث الجارية في مصر. الأول برحب بحضرتك، برحب بقناة النادي الأهلي، برحب بجماهير النادي الأهلي وكل عشاق النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي اللي متابعين للقناة ومتابعين للاحتفال واللي مهتمين بيه. الحمد لله، طبعا حدث جلل وحدث كبير وحدث مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي، والحمد لله حفلة جميلة ومشرفة تليق باسم النادي الأهلي. ده اللي عودتنا عليه دايما الإدارات التنفيذية المتعاقبة للنادي الأهلي، نتمنى انها تنال يعني استحسان الجماهير واستحسان الاعضاء، وتكون يعني كانت حفله جميله وخفيفه ومشرفه وتليق بالانجاز الكبير قوي قوي اللي هو الاحتفال بالنجمه العاشره. استاذ ابراهيم، زي ما شفنا النهارده وطبعا كابتن بيبو اكد انه يعني يمكن اللي بيحترم ماضيه هو اللي بيحترم حاضره وهو بيحترم مستقبله كمان. شفنا النهارده تكريم لقدام النادي الاهلي اعضاء مجلس اداره سابقين، وكمان شفنا الجيل الحالي زي جيانا فاروق. تعليقك على فكره ان منظمه ومؤسسه الاهلي دايما بتحترم كل اجيالها؟ هقول لحضرتك، النادي الاهلي قايم على تعاقب الاجيال، الاجيال بتسلم بعضها، الاجيال بتعلم بعضها، بنتعلم من واحنا صغيرين، من يوم ما دخلنا النادي الاهلي ولعبنا واحنا ناشئين واحنا اطفال صغيرين على مبادئ معينه، على اخلاق معينه، والبطوله بتيجي بعديهم، فالدور بيجي على الجيل ورا جيل، بيستلم من اللي قبله وبيتشرف انه استلم من اللي قبله، فلازم يكرمه ويقول له شكرا. واعتقد ان ده كانت اقل حاجه لتكريم اثنين من عمالقه العمل الرياضي في النادي الاهلي، كابتن محرم الراغب اللي انا بتشرف ان انا اكون احد تلاميذه في قطاع السباحه، واللي اتعلمنا منه حب النادي الاهلي وحب الانتماء ويعني كل حاجه جميله. كابتن محرم راغب عضو مجلس اداره لمده تقرب عن 24 عام، ادى النادي الاهلي كتير قوي في جميع المجالات، تكريم اقل ما يجب، ويا رب نكون ادينا له جزء من حقه. مهندس عادل قيعي، اعتقد ان الجماهير هي اللي ممكن تقول وتتكلم عنه اكتر مني واحسن مني، لكن زي ما اتقال وزي ما المعلق قال، كابتن عادلي ظاهره رياضية فريدة، راجل كان نجم من خارج الملعب، وكابتن عادلي اللي ما عرفوش الناس انه مارس كل حاجة في النادي الاهلي في العمل الاداري، اداري الفرق البينج بونج، وصل لمدير نشاط الرياضي وده مش كتير يعرفوه، وصل لمدير عام النادي، مدير تعاقدات، اول واحد اسس لادارة التسويق في النادي الاهلي، تاريخ كبير مشرف، برضو ياريت نكون وفيناه ولو جزء من حقه. بشكرهم وبقول لهم كتر خيركم على اللي اديتوه، ويا رب بنوصل لجزء من اللي انتوا عملتوه يا رب ان شاء الله. استاذ ابراهيم، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي. اشكرك وميرسي جدا على تواجدكم، وبالتوفيق دايما يا رب لنادينا. اشكرك، ميرسي. ده طبعا كان حوارنا مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هامش الاحتفاليه العظيمه والحدث التاريخي، تدشين النجمه العاشره على شعار او لوجو النادي الاهلي، ولسه مستمرين معاكم في حواراتنا.